اسطوانات الأكسجين. تعامل بحذر مع اسطوانات الأكسجين في المنزل، فهي ليست آمنة، ويفضل أن تسارع إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي إن كنت بحاجة إلى استخدام الأكسجين. تمكنت السلطات الصحية من توفير إمدادات الأكسجين في عموم مستشفيات البلاد لتغطية الطلب المتزايد في ظل جائحة كوفيد-19، مع تحيات هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الصحة والبيئة ومنظمة الصحة العالمية.